ما مع الاسف انا رايي شخصيا ومع الاسف البرامج المغربيه دائما غاديه في نفس الوتيره نفس الهدف نفس الاوبجيكتيف وهو اضحاك والضحك على الدقن ديال المغاربه يعني ما كانش عندهم اوبجيكتيف نقولوا كولتوريل يعني باش يدير عمل اللي يكون بيشكل واحد التراكم في المشهد السمعي البصري هي اعمال ديال الهزل وصافي ديال الناس كدير كتقشب مع راسها وكتاخذ دعم سواء ديال القنوات الخاصه ولا القنوات العامة يعني هذا رأيي الخاص بأنه ما كاينش عندنا تراكم دابا إلا سولتي غير الناس المرة دابا تقول لهم يعني سردوا لي أعمال لي هي بصمات هذا ما كاينش حتى البرمجة ديال الأفلام لي تيليفيلم اللي, اللي كيداروا ما كيتشافوش كيداروا غير في شكل يعني غير كيعمروا بهم وصافي مع الاسف انه انا ضد الفكره ديال بعد البرمجه رمضان لانه خصها تكون برنامج سنويه خص يكون العمل على طول السنه خص يكون الشغل على طول السنه رمضان ماشي تجي الحريره ويجي هذا عدم دون لحو المغاربه حنا داك الشيء والمغاربه ما كيتفرجوش فيه لان كاين الويب وكاين القنوات الفضائيه فمع الاسف بالنسبه للبرامج الرمضانيه شي تكون مزيانه الحمد لله بحال المسلسلات في في حل اللي تيكونوا في المساء بحال لي كاميرا كاشي تيكونوا عندهم واحد الطابع مع الاجواء ديال المائده والعائله تيكون هذاك الشيء مزيون الحمد لله وكاين البرامج الثقافيه تيكونوا برامج بالنهار تيكونوا برامج زويونين ونشرات الاخبار الحمد لله التلفازه المغربيه الحمد لله راه في تقدم الحمد لله فيها بزاف ديال الاستفاده خاص بنادم يختار المواضيع والبرامج اللي تكون فيها واحد الاستفاده جميع العائله المغرب دائما تبارك الله كيجتهدوا من رمضان رمضان <applause> تشوفوا دابا الاشارات وداكشي تيبان لنا داكشي زوين إنتاج الانتاج المغربي كيعجبنا ولكن ملي غادي نتفرجوا والله اعلم ما الببليسيتي دابا على حسب الممثلين اللي كنشوفوا على حسب العناوين اللي كنشوفوا داكشي اللي لنا مزيان لا انا صراحه انت نشوف الاخبار الجريده ديال الاخبار وبس حوايج اخرين الفنان المغربي تي تيعمل مي انا انا صراحه ما ما تنشوفش هذوك البرامج ما تنشوفش هذوك البرامج تنشف الاخبار و... وصافي تنقلب قنوات اخرى والصراحه يعني باش نكونوا واقعيين البرامج اللي كيدوزوا في الشاشة المغربية ماشي شي برامج يعني اللي كيرقاو المستوى نتاع المشاهد المغربي لحقاش مؤخرا لو ولينا كنشوفوا كتسوق التفاهة باش نكونوا واقعيين يعني حتى على مستوى يعني الفن نقولوا شي حاجة اللي كتضحك ولا شي حاجة اللي كتقدم للمشاهد ولا الناشئة ما بقاتش يعني داك الشيء كيف كان حيت حنا كنعقلوا مثلا غير في لي سيتكوم تاع شحال هادي فاش كنا حنايا باقيين صغارين في داك 16 16 15 16 كنا كنتفرجوا شي حاجه اللي كنستافدوا دابا ولاو يعني ب... يعني بكل صراحه ولات كتسوق لنا واحد المفاهيم اللي هي ماشي نتاعنا وما وما كتبدلش يعني الثقافه نتاعنا كمغاربه لكن يعني باش نكونوا واقعيين ما عندناش شي مستوى يعني في الشاشه المغربيه انا اختي ما نكذبش عليك كيجيوني لا لا داكشي كامل كيجيني ما كنتفرجش فيه اصلا ما تنساوش تابوناو في لاشين الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع اصحابكم